طلبكم في أغنية اسمها اليوم شمل، أغنية فلسطينية حلوة مقام بيات الله شباب، مشرق السي أنا من لا 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 المقام. إيقاع شباب طلع عندي كتكفتي، السرعة 125 طلعت عندي، ما بعرف إذا أكثر أو أقل، بس أنه رح نعزفها هيك نحنا تمام كمبتدئين. شباب أول شيء بيفوت بموال، مش رح أعزف الموال، أنا رح أعزف أول شيء الصوت اللي رح يبلش الصوت شباب بعد أول شيء ببلش صوت ربابي، أوكي ربابة الزوري نحنا هيك نسميها من هون. شباب هو عم بيلعب صوت الربابي هيك، بالحق هو بيكون عم بيلعب معه صوت هيك. اوكي يا شباب، شباب بفوت بالكلمات اليوم شمل اليوم شمالوني مع السلامة يلي تفارقوني، انه هيك اللحن. بكلمات وسنين العمر منسينا. اوكي شباب نفس اللحن بكلمات مهما تشردنا مقام السيجا طبعا بشرق هاي الفاديز. اوكي شمل يوم شمالوني. تمام شباب نفس اللحن وبردوا وراء البنات. بس خلص الكلمات بفوت بصوت هيك. خلينا نشوف هلا مع الايقاع كيف رح تطلع. طبعا هي الاغنيه بعتقد اسرع من هيك شيء 34 134 السرعه. حركة مجوز. (تصفيق)
اليوم شمالوني نفس اللحن. خلص كلمات شباب برجع بفوت بهذا الصوت. اوكي ببلش فيها من هون. صوت مش وز. شوفوا كيف حس مع الإيقاع، بس رح نلعب صوت المش وز من هون بيطلع أحلى. الصوت بعدين برجع اليوم شمال يوم شمالوني نفس اللحن حكينا نفس الكلمات، وبعدين برجع بلعب على السيجا مرسوم بلادي يمكن هيك، بس انه نفس اللحن الاول. اوكي شباب وبتخلص الاغنية هي كلها. ان شاء الله تكون عجبتكم، اذا عجبتكم اعطونا لايك، اشتركوا القناة، فعلوا الجرس، اكتبونا بالتعليقات شو بدكم، ومثل العادة ان شاء الله ما مقصر مع حدا. تحياتي للجميع.